كلمتان مع زكي حسنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللغة تعتبر قوة ناعمة على مستوى الدول، ولها دور مهم في التقريب بين ثقافات العالم وتعزيز السلام. عشان كذا تم الإعلان عن إطلاق مشروع ضخم هو مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وهو مجمع يحمل اسم غالي علينا جميعاً ويخدم لغتنا الغالية، علشان يكون مرجعية عالمية للغة العربية ويعزز حضورها ويبرز مكانتها عن طريق نشر الأبحاث والكتب المتخصصة وجذب المهتمين باللغة العربية من حول العالم، وكمان تدريس اللغة العربية في الجامعات العالمية. واحدة من أهم أهداف المجمع الجديد ابتكار اختبار قياس خاص بالعربية موحد في كل العالم، بالضبط زي اختبار التوفل اللي يقيس اللغة الإنجليزية. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بإذن الله راح يؤكد مكانة المملكة العربية السعودية في خدمة لغة القرآن وخدمة عشاق اللغة العربية في كل مكان في هذا الكون. وهذه كانت كلمتين من أخوكم زكي حسنين. كنتم مع كلمتين مع زكي حسنين.